مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. افتتحت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية معرض رؤى تجريدية. الحقيقة المعرض تم بكل سلاسة، وأنا سعيدة أن أنا بتعاون مع المكتبة، ده صرح عالمي ومحلي كمان ومنارة ثقافية يعني، فأنا سعيدة جدا طبعا أن أنا بعرض هنا، وسعيدة أني بعرض مع الفنانة منحة حلمي، طبعا فنانة رحلت عننا سنة 2004، وهي من رائدات الفن الجرافيك المصري ومن الفنانات اللي ما نالوش حقهم في لا في المشاهدة، الناس تشاهد شغلها ولا في دراسة شغلها، بتؤكد مرة تانية ريادة المرأة المصرية في الحركة الفنية المصرية. الشغل اللي هي عرضاه ما بين سنة 70، في السبعينات، نص السبعينات لآخر السبعينات، حوالي 5 سنين من في خلالهم عملت الأعمال اللي هي بتنتمي للتجريدية الهندسية. أنا بقى شغلي بينتمي للتجريدية عضوية، ودي كانت فكرتي إن أنا يبقى فيه فنانتين بيعرضوا رؤى تجريدية مختلفة. احنا دلوقتي المعرض بتاعنا تحت مسمى وعنوان رؤى تجريدية لأعمال فنية للفنانتين مصريتين اللي هما الفنانة الكبيرة نازلي مدكور والفنانة الراحلة منحة طلة حلمي. هو محتوى المعرض لوحات أكريليك أو لوحات تصويرية بينتينج للفنانة نازلي مدكور اللي هي شغلها أساساً بينتينج، والفنانة منحة طلة حلمي هي بتشتغل لما بيسمى عندنا الحفر أو الجرافيكس، الفنون، فن الحفر أو الطباعة. لما الفنانة نازلي مدكور عرضت علينا إن احنا نعمل معرض، وقلنا لها إن المكتبة عادة بتعمل معارض ثنائية وما بتعملش معارض فردية أو بتعمل معارض جماعية، فهي اللي اقترحت اسم الفنانة الراحلة منحة طلة حلمي. ويعني يؤسفني أن أنا أقول إن الفنانة اسمها مش معروف إلى حد كبير، ولو إن احنا فوجئنا تماما بمستوى الأعمال ومدى عمقها وحدثتها بالنسبة للفترة اللي أنتجت فيها في السبعينات. احنا لما جت الأعمال وقعدنا نبص ونشوف ان ده ازاي ده شغل أنتج في السبعينات في الفترة دي في مصر، كان حداثي جدا جدا جدا، فدي حاجة رائعة ان احنا نعرف ونعرف الجمهور بتاعنا اللي حتى على مستوى متخصصين في الفن التشكيلي الاسم مش معروف بالنسبة لهم. شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح المؤتمر الدولي الإسكندرية والهيلينية في شمال مصر إهداء لذكرى الأستاذ الدكتور مصطفى العبادي. مناسبة مرور 130 عاما على إنشاء جمعية الآثار بالإسكندرية، هي أقدم جمعية أهلية في الإسكندرية وهي تاني أقدم جمعية أهلية في مصر. المشروع الرئيسي اللي بيعرض في المؤتمر هو إنجاز من إنجازات جمعية الآثار بالإسكندرية، وهو ترميم وتطوير وحفظ جبانة الشطبي بالإسكندرية. الفوكس دايما في الآثار في مصر على مصر العليا، يعني ناس كتير تسمع عن الصعيد والأقصر وأسوان وبتاع، لكن محدش يسمع عن إيه اللي بيحصل مثلا في شمال مصر بشكل عام، في الدلتا بشكل عام، سواء المناطق اللي بتم اكتشافها جديد،
أو اللي تم ترميمها وإعادتها للحياة زي الشاطبي بكده. فإحنا جمعنا في الثلاث أيام دول مجموعة أبحاث بتتكلم عن مناطق الأثرية في شمال الدلتا وارتباطها بإسكندرية، يعني هو حتى المؤتمر Alexandria and Hellenism in Northern Egypt. My paper was on Macedonian ways of approaching death and dying and how people were burying themselves compared to Alexandria. There are many differences between the way people were burying their dead in Macedonia, in northern Greece, or in Greece at large, and here in Alexandria. As we can see in Shadbi and other cemeteries around Alexandria. وكل هذه الأحداث مجتمعة بما فيها كتاب المؤتمر إن شاء الله لما يطبع هيكون مهدى إلى روح مصطفى العبادي صاحب الدفعة الأولى ودفعات أخرى تالية لإنشاء وإحياء مكتبة الإسكندرية، وكان رئيساً لجمعية الآثار. قبل الدكتور العبادي كانت الجمعية يمكن محدش يسمع عنها، هم شوية ناس لطاف بيقعدوا يكتبوا مع بعض ويتكلموا عن الآثار والحضارة والتراث وبتاع، لكن دكتور عبادي خد الجمعية لفكر أكثر يعني انتشاراً، لأن يكون لها دور حقيقي في المجتمع. يعني الجمعية هي اللي كانت صاحبة فكرة مثلاً الصورة الجديدة المتحف اليوناني الروماني اللي قفل بقاله 15 سنة، طب لما هيتفتح هيبقى شكله إيه؟ الجمعية هي اللي كانت وراء ترميم مقبرة الشاطبي، ومقبرة الشاطبي بقى لها رتح من الزمن وحدش بيزورها لأن كان فيها مياه جوفية وفيها تلوث وفيها قصة، فالجمعية هي برضو اللي قامت بهذا الدور. فإحنا الحقيقة بنربط بشكل وطيد ما بين مصطفى العبادي وما بين جامعة الآثار. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية، نظمت مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان الملكية الفكرية في مصر، استراتيجية قانونية وقضائية جديدة من أجل مستقبل أفضل. النهاردة بنتكلم عن اليوم العالمي للملكية الفكرية. هو اليوم ده بيبقى يوم 26 إبريل من كل عام، والسبب إنه بنحتفل العالم كله بهذا اليوم إن ده قرار التأسيس بتاع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الأمم المتحدة، فده كان 26 إبريل عام 1970. فلما حبوا إن هم يعملوا يوم عالمي للملكية الفكرية خلوا هذا اليوم يكون في نفس اليوم بتاع قرار التأسيس للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. هنتكلم النهاردة في الندوة عن ما هو المؤلف، ما هو حقوق هذا المؤلف، ما هي الحقوق المجاورة، ايه هي الإجراءات لو في مؤلف تم الاعتداء عليه، ايه هي العقوبة اللي اتحطت في القانون عشان نعاقب من اعتدى على هذا المؤلف، وفي الآخر بنتكلم عن تطبيقات قضائية، بنجيب بعض الدعاوى القضائية اللي كانت متواجدة في القضاء ونشوف المحكمة الإدارية العليا حكمت في هذه الدعاوى وقالت ايه. مشاهدينا الأعزاء، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وللتعرف على كل ما هو جديد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.